معي عبر الهاتف الدكتورة هند صالح الهايري، مدير مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان. دكتورة هند، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. مساك الله بالخير يا دكتورة. مساك بالنور. هذه مكالمة صلح. إن شاء الله. الله يحفظك دكتورة. يعني الأخ عبد الرحمن اتصل قبل أيام وذكر مجموعة من النقاط في الحقيقة فيما يخص مركز المركز عندكم في الشارقة. ذكر من هذه النقاط التأخر في المواعيد، ذكر من هذه النقاط التحويل لمراكز طبية خارج المدينة، ذكر مجموعة من النقاط، وأعتقد أنك استمعتي للمكالمة. أنا أترك لك الفرصة دكتورة للرد والتعليق على كل ما ذكر في تلك الحلقة. تفضلي دكتورة. في البداية حابة أوجه كلمة شكر لك أبو خالد، وشكر لإذاعة الشارجة لحرصكم واهتمامكم للاستماع إلى مشاكل المجتمع، إعطاء فرصة للمسؤولين للتوضيح. أما بالنسبة لموضوع الأخ عبد الرحمن، وطرق لأكثر من نقطة. في البداية ذكر صعوبة أخذ المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية. أحب أني أستغل الفرصة للتنويه أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وضعت برنامج لحجز المواعيد إلكترونيا، بالإضافة لمركز اتصال بإمكانه تسهيل وتسريع أخذ المواعيد. مثال على ذلك أنه مثلا في حالات الطوارئ، بدل ما يتوجه المريض إلى مركز مزدحم، يتم توجيهه إلى مركز يكون الضغط عليه أخف، يسهل الحصول على الخدمة ويقلل زمن الانتظار. حاليا مركز الشارقة التخصصي لطب الأسنان يستقبل تحويلات من 16 مركز صحي في إمارة الشارقة، وهو قائم على نظام مواعيد، وعلى الرغم من ذلك نستقبل بعض الحالات الطارئة على حسب الحالة وعلى حسب التخصص. تم استقبال من شهر يناير إلى أكتوبر 18896 مراجع بمعدل 2000 مراجع شهريا. يعتبر مركزنا أكبر مركز أسنان يستقبل أكبر عدد مراجعين في المؤسسة. بالنسبة لشكوى الأخ عبد الرحمن بخصوص عيادة الزراعة وتأخير المواعيد، حاليا في هالقسم يتواجد عندنا طبيبة واحدة لتغطية الحالات المدرجة تحت الزراعة في مدينة الشارقة، بالإضافة إلى الحالات الجراحية الأخرى. طبعا مدة العلاج الوضع الغرفة يستغرق حوالي 120 دقيقة لكل حالة، وتحتاج الغرفة إلى 3 مواعيد. طبعا هذا سبب لنا ضغط في العيادة وتأخير المواعيد. بالنسبة لزوجة الأخ عبد الرحمن اللي مشتكى عشانها، هي فكرة موعد جراحة لسه تم وضع خطة علاجية من ضمنها الزراعة، تم إعطائها خيارين، أما موعد في مركز الشارقة بشهر 4 أو في مركز مقيمين بشهر 1، ولها حرية الاختيار، وهذا كان فقط لتيسير الموعد وتقليل مدة الانتظار. للعلم أن خدمات المؤسسة متكاملة ونكمل بعضنا البعض، والكفاءات موجودة في كل المراكز، ونظرا لوجود ضغط في بعض الأقسام تم إعطائها خيارين. أما بالنسبة لمواعيد التقويم، المؤسسة وضعت سياسات ومعايير عالمية لتصنيف الحالات حسب الأولوية لحالات التقويم، وفعلا هذا قلل من قوائم الانتظار عندنا. طبعا الكثافة السكانية في الشارقة عالية، والتحويلات اللي توصلنا لقسم التقويم من 10 ل 15 تحويلة يوميا. ونحن رفعنا طلب طبعا للإدارة بتعيين بعض الكوادر في بعض الأقسام وجاري العمل عليها. والمؤسسة جزاها الله ألف خير قامت بعد أيضا بإنشاء مركز طب أسنان جديد، وسوف يتم تسليمه إن شاء الله بالسنة القادمة. هالمركز بيكون مساند لمركز الأسنان، وبيتم تخفيف الضغط على القوائم الانتظار والمواعيد، وإن شاء الله تتيسر الأمور ونقدر نخدم الناس. خبر طيب. وين بيكون مكانه إن شاء الله دكتورة؟ بعد المطار منطقة المزيرية في الشارقة، يعني إن شاء الله في الشارقة في المدينة نفسها. نعم. طيب، فبيكون في عندنا مركزين وهذا بيخفض الضغط ان شاء الله يعني باذن الله تعالى. دكتور، احنا هذا تساؤلنا، وفي الحقيقه يعني الاخ عبد الرحمن مثل ما ذكرتي يعني هو فضل انه يبقى عندكم ولا يروح مدينه ثانيه او منطقه ثانيه، ربما يعني التنقل صعب بالنسبه له، ربما مسائل كثيره، فهو حريص ويباكم دكتوره. هذا المقصد يعني. نحن بس نعطي المريض حق الاختيار في كل مره، لما المواعيد تكون شوي بعيده نعطيه حق الاختيار، اذا كان في مركز ثاني ممكن يستقبله بوقت اقل. وفي بعض المرضى يرضون، في بعض المرضى يحبون يكملون عندنا، ما عندنا مشكله. طيب دكتوره، الان هذا السؤال كذلك او هذا الطلب موجه لكم ولإدارتكم وللأخوة في المؤسسة، وإذا الأمر احتاج تدخل الوزارة فهو الكلام موجه للوزارة، وإذا الكلام بحاجة إلى تدخل مجلس الوزراء موجه لمجلس الوزراء. ما يعقل مركز بهذا الحجم يشوف 18 ألف حالة في شهرين أو في أشهر، عفوا في عدة أشهر،
في جراح واحد، فاحنا نناشد المؤسسة ان عينوا زيادة، عينوا شوفوا حاجة الناس وبناء عليها احنا نعين يعني، وليس العكس يعني، انا عندي واحد والناس تتصرف يعني. حاليا في بعض الاطباء يكملون دراسات في جامعة الشارجة وفي بعض الجامعات بنفس التخصص، والمؤسسة فعلا قامت يعني بوضع حل، يا اما يكون في تدوير بين المراكز، اما يكون في تعيينات جديدة ان شاء الله يعني. ان شاء الله تعالى. دكتورة انا اشكرك مرة اخرى على يعني رحابة صدرك، يمكن انا يومها شوي قسيت على المركز، لكن انت جزاك الله خير يعني متفهمة هذا الكلام، لان في النهاية كل المصلحة العامة ومصلحة الجمهور صح كذلك، وحرصت على أنك تردين على الناس وتوضحين المسألة، وحرص الأخوة في المؤسسة كذلك وفي إدارتكم أن اسمعوا من إذاعة الشارجة شو يبون شو يقولوا الناس شو تقول وردوا عليها، وهذا يحسب لكم، بارك الله فيكم. شكرا. سؤال دكتورة أخير بعد إذنك، تحدثتي عن الحالات الطارئة، وين تستقبل الحالات الطارئة عندكم في المركز؟ لا، نحن مركز كل الكادر اللي عندنا اخصائيين، وليس طبيب، ما عندنا طبيب عام في المركز حاليا. الحالات الطارئه تكون في مراكز الرعايه، فاذا كان المريض اتصل ممكن يوجهونا لاقرب مركز او اسهل يعني اللي بيحصل اقرب وقت. الشيء الثاني ان هم يحطون مواعيد للطوارئ بين المرضى، فممكن يستقبلون المريض اللي يدخل. طبعا هذا شوي زمن الانتظار يعني يكون شوي اطول حق المرضى وممكن يسبب شوي انزعاج، عشان كذا نطلب منهم ان يستخدمون طرق التواصل اللي المؤسسه موفرتها. ذكرتي الموقع الالكتروني او التطبيق، او حتى اذا في ارقام اخرى بامكان الحجز من خلالها، صحيح؟ اي صحيح. طيب شكرا لك دكتوره، بارك الله فيك. ما قصرت، شكرا جزيلا. دكتوره هند صالح الهاجري، مدير مركز الشارقه التخصصي لطب الاسنان.